المغني المصري حسن شاكوش مستاء من العاملين في مطار تونس قرطاج. إليكم القصة. أعرب المغني المصري حسن شاكوش عن استيائه الشديد بسبب طريقة معاملة الفنانين في مطار تونس قرطاج الدولية. المغني المصري قال في بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام إن أسوأ معاملة في الدنيا رآها في مطار تونس بحسب تعبيرها، مضيفا أن العاملين في المطار لا يضحكون في وجوه المسافرين والفنانين، وقال بيعملوك كأنك عامل جريمة وحتاخذ جزء من البلد وانت ماشية، وبيحسسوني في المطار اني انا مسجل خطر. شاكوش اكد انه لن يذهب لاحياء اي حفل في تونس الا بعد ان تحل هذه الازمة وبعد انهاء الاجراءات الخاصة بالفنانين في المطار. واثارت تصريحات المغني المصري حسن شاكوش جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس ومصر، حيث انقسمت التعليقات بين مستهزئ ومستنكر لما حدث.